الوجود من أساليب الدنيئة من أجل انتزاع الاعترافات بالإكراه وتحت وطأة التعليم، إذ لم تكن الأطفال والضيوف دون حرية صوت ريحان الذي فضحهم وبرهن ضعف وفشل هذه الأساليب وأنها خيار فاشل وورقة محترقة. إن كل من قد قيل ويقال عما يحدث داخل بين قوسين هو فرق البحرين، هذه السجون اليوم حقيقة لم يحدث، لأن ما حدث لهما أفظع من أن يحدث وأشع من أن يروى أو يتصوره أحد، أي أحد، وأثقل من أن تتحمله جمعات أم أو زوجة أو أب أو أم. كان أسوأ ما قد يقال أيضا أن الإنسانية معدلة، وهذا لم يدع مجالا آخر للكلام بعد. أيا كان ما يعلموك إياه عن الخطيئة فهو هراء، هناك إثم واحد فقط وهو السرقة، كل إثم آخر سرقة من نوع ما. عندما تعتقل أما بسبب آرائها السياسية، عندما تعتقل امرأة فأنت تسرق الحياة، تسرق حق زوجها في أن تكون له زوجة، وتسرق حق أطفالها من أن تكون له أم كبار.